مش شبش يا عم، تعال يا عم. ايه ده يا عم؟ ما كانش شبش. ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. كل اللي سعادتك أمرت بيه تم يا باشا. إيه اللي أنا أمرت بيه؟ باسم باشا. ماله باسم؟ ومن سعادتك أمرته إنه يختفي. مين قال الكلام ده؟ سليمان بيه. هو سليمان كلفك بالمهمة دي؟ أيوة سعادتك. وأنت عملت إيه؟ زي ما سعادتك أمرت بالظبط يا باشا. باسم بيه اختفى. إيه؟ مات؟ حاجة شبه كده. اتمسك في المطار بجواز سفر مضروب وهو بيحاول يهرب. جواز سفر مضروب؟ حد ابن حرام يا باشا نصحه يهرب من المطار بجواز سفر مضروب عشان الاحكام اللي عليه. قام حد ابن حلال راح مبلغ عنه. لا جدع يا ابن الحلال. مش عايزين ننسى برضه يا باشا فضل ابن الحرام. هنفتكره برضه. أمرني سعادتك. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب. ما قلتليش يعني انك انت هتكلف سيد بموضوع باسم اللي كلفتك بيه؟ ده كان اختبار ولاء سعادتك. هو اختبار الولاء ينفع في موضوع بالخطوره دي يا سليمان؟ ما هو علشان كده سعادتك لو نجح يبقى خلصنا من باسم بيه، ولو فشل نقول ما نعرفوش وما يبقالوش عندنا دية. طيب بالمره بقى يبديله 20,000 جنيه اللي كنت هديهم لك لو كنت انت عملت الموضوع ده بنفسك. ايوه سالم بيه، بس كده ممكن يطمع فينا. هو انت لو كنت خدت ال 20,000 كنت هتطمع فيا؟ انا لحم اكتفي من خيرك يا باشا. ولاء ليك مش محل اختبار. ما حدش بيتكلم على الولاء دلوقتي. انت فاهمني كويس. شكك في سيد مش دافع انك تعرضنا كلنا للخطر. كل ده عشان تثبت لي انك انت كنت صح لما شككتني فيه. استناني هنا. اتفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك يا سالم بيه. شفت صاحبك عمل فيا ايه؟ حد بيحب حد يموته برضو؟ معذور، اكيد مخه ما كانش معاه لما عرف انك انت رفضتيه ومش عايز تتجوزيه. مش بيقولوا من الحب ما قتل؟ اه بيقولوا كده، وانا شخصيا كده. لو اللي بحبه هيروح من ايديا هموت نفسي عشان احافظ عليه ويبقى بين ايديا، مش هموته هو. غباوه بقى تقولي ايه؟ عارف كان نفسي في ايه؟ كان نفسي اشوف عينيك اول ما بلغوك الخبر وعرفت اني اتضربت بالرصاص. تلاقيك كان همك صاحبك وخلاص. بالعكس، ده انا اتخضيت عليكي جدا، وبعد ما اطمنت عليكي ابتديت افكر احاسبه ازاي. ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ يعني هتحاسبه ازاي؟ لا حساب حسونه ده ما يتقالش، ده يتعمل. طيب وحساب ما يا مها كمان ليها حساب؟ طبعا مها ليها حساب، وحسابها تقيل قوي كمان. ياه، يعني ليها حساب وحساب تقيل؟ الحكايه دي بقى عايزه قاعده، وانا لسه جاي من السفر وعندي حاجات كتير قوي اعملها، بس اول حاجه عملتها جيت اطمن عليكي. وانت كده اطمنت عليا؟ طبعا الحمد لله، ده انت زي القمر اهو. عينيك اللي زي القمر. بس مش هينفع تطمن عليا الا في بيتي. حاضر، انت بس تقومي كده بالسلامه وانا حاجه اطمن عليك في بيتك. مستنياك. هتوحشني، هتوحشني لغايه ما تيجي تطمن عليا. سالم خلي بالك من نفسك. هو ايه حكايته بالظبط؟ هو يعمل عملته ويهرب؟
ايه اللي خلاكوا تسافروا مصر قبل ما ارجع بس يا ابو العز؟ بلا شغل بلا زفت. انت فاهم يعني انكم لما تسافروا مصر يبقى اسمكم بعدتوا؟ واقعد انا هنا بقى اعدادي واطبطب على الناس واقلل من قيمتي. عموما انا جاي لكم مصر بنفسي. خلاص شوف بقى مع حسون هنتقابل في المعرض ولا هنتقابل عندك في البيت. يلا سلام. باسم؟ باسم انت هنا؟ باسم؟ باسم؟ راح فين ده؟ باسم؟ ما تيجي تمرني معانا؟ لا ما ينفعش، أنا بشتغل هنا. طب أنا كمان بشتغل هنا. Keep on going. هاي سالي. سماح. عاملة إيه؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. أنا أول مرة أشوفك، ما شفتكيش قبل كده. وأنا كمان. أنا متعينة هنا بقالي يومين بس. أنت منين؟ أنا مش معلية. إيه ده؟ ده إحنا طلعنا بحروية زي بعض. أنا من اسكندرية، من منطقة اسمها كليوباترا، سمعتي عنها قبل كده؟ الحقيقة ما رحتش اسكندرية قبل كده. ايه ده انت بتهزري؟ ده انت فاتك نص عمرك. بس عموما ما تقلقيش، انا مصورها حته حته، واكيد احنا الاثنين في غربه، انا هيبقى عندنا وقت كتير قوي نقعد مع بعض ونرغي براحتنا. انت اوضه رقم كام؟ ولا مش عايزاها نبقى اصحاب؟ لا ابدا، 108. 108؟ ايه ده انت كمان قريبه مني، انا 117. طب اسمعي، احنا لازم نشرب شاي مع بعض النهارده، ايه رايك؟ ان شاء الله اكيد، بعد اذنك. هستناكي. ها؟ اوكي. ايه اللي انت حبيبته ده؟ خير يا فندم. ازاي تتخطاني وتروح تبلغ سالم بايه؟ باللي انت عملته في باسم. انا ما كانش قصدي والله. سيادتك قلت لي ان دي اوامر سالم بيه، ولما سالني وانا عنده في الفيلا ايه الاخبار؟ افتكرته بيسالني على موضوع باسم، فطمنته، ادي الحكايه. طمنته؟ ولا حبيت تاخد بنت على حسابي عنده؟ يا فندم هو حضرتك على طول ظالمني كده؟ طب والله قلتها له بحسن نيه. حسن نيه؟ ماشي. عموما دي اخر مره تتصرف فيها من دماغك. خد. ايه ده يا فندم؟ دي مكافاه عملها لك سالم بيه بعد الدور اللي انا شرحته اللي انت قمت بيه في عمليه باسم. ربنا يخليك لينا يا باشا، بس ده كتير قوي يا فندم. ولو فتحت مخك معايا هتشوف اكتر من كده بكتير. ربنا ما يحرمني من حنيتك يا باشا. استاذنك بس يا فندم. اتفضل. الو. ايوه هنا. تليفونه مقفول من الصبح ومش عارفه اوصله. جايز نايم سيادتك. انا رحت الفيلا بنفسي وناديت عليه ومحدش شرب. يمكن نومه تقيل. ولا زود في الشرب، انا بسال. شرب ايه؟ هو ساعتك ما تعرفيش؟ ما تنطق يا سيد، في ايه؟ اصل من يومين يا فندم شفت راجل لابس كده جايب لباسم بيه حشيش. انا في الاول سعادتك ما كنتش اعرف انه حشيش. لقيت الراجل بيطلع حاجه من جيبه زي الشوكولاته. استغربت اكتر لما لقيته بيولع فيها بالولاعه بتاعته. بعدين راح فاتح السيجاره وحاطط جواها الشوكولاته. كنت جايز باسم بيه بيحب يشرب سجاير بالشوكولاته. ابن ناس بقى. حاكم زمان كان في سجاير بالنعناع اسمها بورسعيد. شبهاش بقى، بتجيب معايا عريقه سيادتك. خلاص يا سيد كفايه. انا لازم احكي كل حاجه سيادتك، دي امانه. الراجل اللي لابس ده بقى لقيته بيدي سجاره لباسم بيه وبيقول له مساء الخير، رغم ان احنا كنا الصبح. كلام مش مسلم بعضه خالص. ولقيت باسم بيه خد نفس وراح مطلع دخان من صدره، انا شخصيا ما اعرفش جابه منين. دخت، سالت، عرفت انه حشيش يا فندم. خلاص يا سيد روح انت. تحب تعرفي شربوا كام سيجاره بالظبط ولا؟ سيد خلاص. عن اذنك يا فندم. سيد لو كلمك او شفته بلغني على طول. التاجر؟ باسم بيه. حاضر، عن اذنك يا فندم. رقم الطريق مغلق.